مرحبا فيكم. اليوم الفيديو عبارة عن لعبة شعر، وكثيرة من صديقتي قالت لي عليها ولساتني يعني ما بعرف اذا كانت كثير مرعبة او لا، فيلا بينا نبلش. وش ده؟ ما فهمت اي شيء. طيب كثير مرعوبة هلا، يا الله من اولى ترعبني. عشو بدي اضغط انا؟ يا الله كيف بدي بلش باللعبة؟ انا هلا قاعدة بغرفة لحالي ومطفي الضوء، يا الله، مشان يعني حد جو كثير مخيف، يعني لا احس بتأثرات اللعبة. طيب مش عاد خايفة خايفة خايفة، وش ذا؟ خايفة خايفة من أولى، وين روح وين؟ طيب هون كيف بدي امشي أنا؟ يلا كيف بدي روح؟ راح روح هنيك. وش ده؟ يا الله لك ما في نور. هاد هو النار. طيب وين بدي اروح هلا؟ يا الله كيف بدي اروح على غرفة من هدول؟ وش ده؟ وش ذا؟ يا الله شكل انه هذه اللعبة ما انا مخيفة بالمرة. وش ذا؟ وش ذا؟ يا الله ضيعت دقيقتين على الفاضي. طيب راح اشوف كيف بدي اجيب اي غرفة وارجع لكم. اوكي طيب رجعت لكم، بس ما بعرف شو هاد. بدي اضغط كثير هيك. طيب وش ذا؟ وش ذا؟ يا الله اوف، في شي تحرك. اقسم في شي تحرك هون، مو والله في شي تحرك. يا الله انا تعبت من اولى، راح اشغل الضوء. طيب شغلته هلا. طيب خلونا نروح يلا. اوكي استعدي يا مريم، ما تخافي ما تخافي يا مريم، انت كبيرة وهذه مجرد لعبة، يعني لعبة. والله والله يعني والله 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 شفت شي، شفت شي مخيف، والله شفت شي، والله 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 والله. ماي هيرت ماي هيرت ماي هيرت. كثير تعبت والله، يعني شفت يعني شفت كائن كثير غريب. وين المسجل؟ انطفى؟ لا ما انطفى. طيب عندي كثير اشعارات. اوه يمكن انه هذا هو الوحش اللي اجاني، مو؟ يا الله لا بدي احذف اللعبة، بدي احذفها بدي احذفها. كثير يعني تعبت والله، شفت وشه. اترعبت، يا الله ساعدني ادخل على اللعبة ولا لا؟ او يلا. طيب بدي ادخل عليها مرة تانية. شي طيب يلا ماشي. طيب انا رجعت لكم ويلا بينا نبلش مرة تانية. طيب بدي اروح هذه الغرفة، الغرفة اللي لقيت بيها الوحش. هلا الساعة باللعبة 12 فوق موجودة. طيب خلينا نشوف.
بسم الله بسم الله. وش في؟ رجعت. خايف كثير والله، يعني انا خايف كثير. close door. خايفة خايفة والله خايفة. بدي ادخل. كيف بدي ادخل لهذه الغرفة؟ طيب مو مهم، بدي اقوس على كل شي هون، احتمال اني لاقي اي شي. شو هاد؟ هذه ما كانت موجودة. طيب ما في شي هون مخيف نهائيا بهذه الغرفة، كل شي عادي يعني، ما في اي شي ولا اي شي. OMG هون المكان اللي لقيت فيه الوحش، والله هاد هو المكان، ولقيته هون عند هذا الدب. والله اكيد هذا الدب يتحول مو يا طيب ما بقدر اني اكمل. طيب ما بدي اني اكمل، وهذه كانت نهاية حلقة اليوم. طيب كانت حلقة كثير بتضحك يعني، والله راحت العنوان اني صرخت يعني، هيك شغلات يعني راحت، اتمنى اني يكون هيك شغلات يعني. ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وباي باي، و كمان ضغطوا على الجرس وتتفاعلون بالقناة، ويلا باي. واكيد راح احلم بهذا الوحش المخيف ويجيني كوابيس وهيك شغلات يعني، مثل عادتي لما بشوف هيك شغلات يعني بتخوف. طيب و طيب و باي باي، بشوفكم بالفيديو الجاي، الى اللقاء.